شلون هم اسمه حليب. لكن قبل ما ادخل هذا في فعلنا ثروة أخلاقية، ثروة اقتصاد أخلاقي كبير. لو استطعنا أن نقوم بما يتلاءم مع هذا الزمن فيكون جيد. جميل، طيب خلينا نعود شيخ صالح كامل إلى وجهة نظرك تجاه الأزمة العالمية، وهو من الآراء اللافتة حقيقة. في 28 فبراير 2013 حضرتك صرحت بأن أزمة أمريكا مع أزمة الائتمان في 2003 وما بعدها لم تكن أزمة رهن عقاري، بل كانت بسبب الدين المركب وبيع الدين التي وصلت إلى أن يتم بيع الدين 32 مرة. قلت هنا أن تظهر عظمة الاقتصاد الإسلامي الذي يحرم الدين بفائدة وبيع الدين وتحريم الربا. هل ترى أن سبب الأزمة التي حدثت في العالم، الأزمة المالية خصوصا في أمريكا ثم امتدت للعالم، هو بعدما الاقتصاد الإسلامي؟ يعني في مبادئ لو فهمت وطبقت كان ممكن البشرية تتلافى كثير من الأزمات اللي مرت فيها. يعني هذه الأزمة كلها، في حديث عندنا عن الفرسان لا تبع ما لا تملك. هذا لو طبق ما في أسواق مستقبلية وما في مشتقات شيطانية وما في كل البلاوي إلا بتخترعها. الآن يعني الطرفين المهمين في أي عملية إدارية المنتج والمستهلك. الآن دول أضعف الأطراف، المنتج ياخذ أرخص الأثمان والمستهلك يدفع أغلى الأسعار، وسلسلة الطفيليين المتوسط في 30 واحد بس، في 30 واحد كل شوية نخترع كيف لمدة سلسلة، كيف لمدة سلسلة للآخر. بينما الطرفين المهمين في الاقتصاد المنتج والمستهلك كلهم دبرانين، لا هذا ولا هذا. المنتج بياخذ ارخص الاثمان والمستهلك بيدفع اغلى الاسعار، واللي اخترعناها السلسله الطويله اللي بنطولها كل يوم هي اللي بتاخذ كل شيء. فالمساله كلها تفكير اخلاقي في كيف ننصف بعضنا من بعض ونقدر نحط صوره اقتصاد اخلاقي لمصلحه كل العالم. يعني أنا كنت في مؤتمر أمس في دبي مؤسسة العرب، عاملين دراسة في المؤسسة مطلوب 80 مليون فرصة عمل في العالم العربي إلى 2020. 80 مليون فرصة عمل. طيب شو عند المطالب في 80 مليون فرصة؟ كيف موجود مطالب وفي 80 مليون فرصة عمل؟ لا لا، مطلوب إنشاء إنشاء مطلوب إنشاء. لو المليارات حقتنا الا في البنوك، سواء في بنوكنا ولا برا، واستخدمت في ايجاد فرص عمل، ولو اتبعنا في توظيف الناس تفاضل، المسؤول عن المواطن يلي انا مسؤول عن المولد الشخص المولود عندي في البلد يلي الجيران، الجيران الاقرب فالاقرب، ويكفي ما احتاجه من خبرات لا تتوفر لا عندي ولا عند جيراني اجيبهم من. لو كل صاحب عمل ما عدا الجدول حقته شاف كم وظيفه للمواطن، كم وظيفه للمولد، كم وظيفه لجيرانه وبعده، بالتالي هذه في نحن لو حسبنا امر حكوماتنا واموالنا تريليونات، فينها؟ ليه ما نجيبها ونشغلها ونوجد فرص عمل لاولادها؟ اذا كانوا يقولوا الخمر ام الكبائر، انا بسمي البطاله جده الكبائر. هي كل مصيبه وراها البطاله. ثورات اللهيب العربي سببها البطاله. كل مصيبه الارهاب سبب البطاله. إن ما عالجنا مشكلة البطالة بحكمة ومعالجة مشكلة البطالة تأتي مع الاقتصاد في جميع الاقتصاد. طيب
وندعيه انه ما تدري. في نهاية العام
الثاني سنة